السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية يا عاشر. اليوم سوف نتحدث عن العواطف، نستخرج العواطف من الأبيات وبعض القواعد اللغوية. البيت الأول: بان الخليط ولو طوعت ما بانا، وقطعوا من حبان الوصل أقرانا. والبيت الثالث: لو تعلمين الذي نلقى أويت لنا، أو تسمعين إلى ذي العرش شكوانا. والبيت الرابع كما يقول: كصاحب الموج إذ مالت سفينته، يدعو إلى الله إسرارا وإعلانا. هنا الثلاثة أبيات، هذه مع البيت الثامن: إن العيون التي في طرفها حور، قتلنا ثم لم يحيين قتلانا. هذه الأبيات تتحدث عن عاطفات اللوعة والألم عند الشاعر. البيت الثاني: حي المنازل إذ لا نبتغي بدلا بالدار دارا ولا الجيران جيرانا. والبيت الحادي عشر والثاني عشر: وحبذا نفحات من يمانية، تأتيك من قبل الريان أحيانا، هبت شمالا فذكرى ما ذكرتكم عند الصفات التي شرقية حورانا. هنا يتحدث الشاعر عن الشوق والحنين. أما في البيت التاسع والعاشر: يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. يا حبذا جبل الريان من جبل، وحبذا ساكن الريان من كان. هنا يتحدث الشاعر عن الحب والإعجاب لمحبوبته. انظروا يا عاشر إلى البيت الأول: بان الخليط ولو طوعت ما بانا. بان حكينا معناها ظهر، والخليط هو الصاحب. أقران مفردها قرن، وهو جمل حبل يجمع بين البعيرين كما قلنا في الحصة السابقة. ابتعدت هنا المحبوبة عنه، ولو كان الأمر بيده كان لن يدعها كما قلنا. صور ما بينه وبين محبوبته من حب بالحبل المتين الذي يربط البعيرين. هنا في البيت الأول: بان وما بان طباق سلبي. بان وما بان طباق سلبي. لو طوعت ما بان، هنا أسلوب شرط غير جازم. ما بان أسلوب نفي. بان الخليط، بان فعل ماضي مبني على الفتح، الخليط هي فاعل مرفوع لم ترفعه الضمة. قطعوا من حبال الوصل أقرانا، قطعوا قطع فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، الواو فاعل، هي ضمير متصل مبني في محل رفع، فاعل من حرف جر، الوصل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، أقرانا هي مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. حي المنازل، هنا ألقى التحية على ديار محبوبته، يطلب كان هنا الشاعر من نفسه إلقاء التحية على ديار المحبوبة. إذ لا نبتغي بدلا، هنا أسلوب شرط. إذ لا نبتغي بدلا، هنا أسلوب شرط. لا هو أداة نفي، نبتغي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة مقدرة على الياء منعا من ظهورها الاتقال. الفاعل كان هنا نحن، حي المنازل الذي لا نبتغي نحن، ضمير مستتر تقديره نحن. بدلا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. البيت الثالث يخاطب الشاعر يقول محبوبته: إنك لو تعلمين مدى الحزن والعذاب الذي ألقاه من الحب ولهيبه وما تركه فراقك عني، أو تسمعينني وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحميك من أي شيء، لأشفقت على حالي وما تركتيني. هل تعلمين لو الذي نلقى أتيت لنا، هنا أسلوب شرط أيضا غير جازم. تعلمين الذي نلقى، تعلمين فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، وياء المخاطبة هنا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. الذي نلقى، الذي اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، نلقى جملة فعلية لا محل لها من الإعراب لسلاط الموصول. تسمعين إلى ذي العرش شكوانا، تسمعين فعل مضارع مرفوع لم ترفيه ثبوت النون والياء، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل.
وإلى ذي العرش حرف جر واسم مجرور، العرش مضاف إليه، شكوانا مفعول به منصوب على نصبه الفتحة، والبيت الرابع، البيت الرابع كصاحب الموج إذ مالت سفينته، هنا إذ مالت سفينته يدعو، هنا أسلوب شرط أيضا، إسرارا وإعلانا، أيضا هنا طباق، إسرارا هو حال منصوب، الواو وإعلانا، الواو حرف عطف وإعلانا هو اسم معطوف. البيت الخامس هنا، البيت الخامس، أليس أحسن من يمشي على قدم يا أملح الناس كل الناس إحسان إنسانا، أحسن وأملح هنا أسماء التفضيل على وزن أفعل، يا أملح الناس هنا أسلوب نداء، من يمشي هنا جملة صلة. البيت السادس، لقد كتمت الهوى، هنا أسلوب تحقيق، قد أسلوب تحقيق، كتمت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء تاء هنا فاعل ضمير متصل. حتى تهيمني هنا، حتى أداة نصب وفعل مضارع منصوب على نصبه الفتحة، فاعل ضمير مستتر هو. النون حكينا نون الوقاية، والياء محل نصب مفعول به، تهيمني، لا أستطيع لهذا الحب كتمانا، إلا لا النافية، وأستطيع فعل مضارع مرفوع لام رفعه الضمة، والفعل ضمير مستتر تقديره أنا، اللام حرف جر وهذا اسم مجرور، لهذا الحب بدل، لهذا الحب كتمانا، الحب بدل مجرور، كتمانا مفعول به منصوب. البيت السابع يقول، البيت السابع أبدل الليل لا تسري كواكبه، أبدل الليل، أبدل فعل ماضي أو أبدل فعل ماضي مبني للمجهول، الليل نائب الفاعل، لا تسري كواكبه، لا هون لا النافية، تسري فعل مضارع مرفوع أيضا، حسبت النجم حيرانا فعل ماضي والتاء فاعل والنجم مفعول به، حيرانا مفعول به ثاني. البيت الثامن يقول، إن العيون قتلننا، إن حرف ناسخ، العيون اسم، إن قتلنا فعل ماضي مبني على السكون الاتصالي بنون النسوة، والنا ضمير متصل في محل نصب مفعول رفع فاعل، والنا هنا ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، والجملة الفعلية قتلنا الجملة هنا في محل خبر إن العيون، في طرفها جار ومجرور، شبه الجملة في محل رفع خبر، لا حور هي المبتدأ مؤخر، البيت التاسع يقول، يسرعنا، يسرع فعل مضارع والنون فاعل، يسرعنا ذا اللبي، ذا هي مفعول به منصوب على نصب الألف لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف واللبي مضاف إليه مجرور عن جر الكسرة، أضعف هنا اسم تفضيل أيضا. البيت العاشر يقول، حبذا أسلوب مدح، الحادي عشر نفحات هي نسائم فقط، هذه هي القضايا اللغوية يا عاشر، استودعتكم الله، دون ما قلته لكم من الاستخراجات على دفترك، ويعطيكم ألف عافية، السلام عليكم ورحمة الله.